نقول المقادير: 4 سمكات بولتي، ثوم مفروم، ملح وفلفل وكمون، خل ابيض قليل جدا مش هحط كتير، وعصير ليمون، كرفس، ودقيق وزيت للقلي. ممكن نحط في بولة اهو كده عشان يبقى ايه الزيادات دي ما تبقاش معانا وما نبقاش متضايقين من شكلها. وادي دي اللي نسيناه نشيله، ونحط ده هنا. وبعدين ناخد التتبيلة. شوفوا هنعمل ايه. هنا في زيت بيسخن على النار، وهحط هنا المقادير بتاعة التتبيلة. بسم الله. ملح قليل جدا وفلفل قليل جدا، واذا حبيتوا تحطوا كمون ممكن تحطوا كمان كمون. هو المفروض فيه كمون بس انا مش شايفاه، تجيبوا لي كمون ممكن. ونحط الثوم، عندي شويه كزبره خضراء هحطهم الصراحه عشان بحب الكزبره قوي والشبت مع السمك. وهحط حزمه الكرفس كلها، وهحط عصير الليمون، هخلي الخل عشان هقول لكم هنعمل بيه ايه. لانها صغيره انا هدي يعني ايه تشريحه واحده لكل سمكيه، ما بوصلش لحد العظم، وبميل السكينه شويه علشان السمكه ما تفتحش مننا بعد كده. جزء من التتبيله انا مش عايزاها كلها، هقول لكم ليه دلوقتي. هاخد جزء من التتبيلة، هتبل السمكة من برة ومن جوة كويس جدا جدا، واطلعها على الدقيق، وانزل بسم الله على الزيت تعفير الدقيق، وانزل على الزيت. هنجيب معلقة زيت واحدة في الطاسة، طاسة سخنة، هننزل بقية التتبيلة هنا، تقليبة واحدة بس عايزاها تفضل خضرة، واقوم نازلة بالخل الأبيض.